أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، السلام عليكم أينما كنتم. أتمنى للجميع الصحة والموفقية يا رب. اليوم وصلتني هدية من الصديق علي كامل من غير ولاية ومن مشيكان. كان المفروض قال لي راح ادز لك زوج كناري، بس طلع بعدين حكيت وياه داز لي زوجين كناري روسيه. هذا الباكس مالها راح افتحها واشوفكم وش الكناريات الروسيه ان شاء الله. ومن افتح الباكس وراح اخليهم بالاقفاص اشوف لكم اياهم. أنا والبلابل مالي نتمنى لكم الصحة والسلامة يا رب والموفقية دومكم. وهسه راح أفتح الكناريات وأشوفها وأصور لكم إياها بمقطع أضيف للمقطع هذا. أعزائي هاي الكناريات اللي تشوفوها قبالكم مال أخ علي تزلياها، هي كانت زوجين كناريات روسية، زوج أصفر وزوج أبيض. فعزلت الذكور على صفحة، هذا واحد وهذا الذكر الله، عزلته على صفحة. وهنا أنا خليت الأناث السوي، خليهم من هنا للشهر العاشر. وبعدين أرجع أطبقهم من جديد. أتمنى أن أوفق بحصول على أفراح من عندهم، لأن ذولا نحسة أكثر من البلابل بالتفريخ مالهم. إن شاء الله أتوفق بهم إذا قدرت قدر المستطاع. الكناريات الروسية حلوة ناعمة صغيرة، يعني لو تشوفون الفرق بين الكناري اليوركشاير اللي عندي والكناري، يعني فرق بالحجم تقريبا ضعف إذا مو أكثر. هذول الفراخ مع الكناريات مالتي مال هالسنة، هنا أنا خمسة وهنا أنا ثلاثة. الإناث أشوفهم نشطات يتحركون، بس بعدهم ما غردوا. هذا الأبيض يغرد حلو كلش كان، بس لحد الآن ما غرد عندي، متغير عليه الجو، كان الشحن مالته طويل. هذول الكناريات اللي استلمتها، وأشكر الأخ والصديق علي كامل على هاي الهدية الحلوة اللي تزلياها. أتمنى لك كل خير والموفقية. طبعا علي مربي بلابل أيضا من سنين، وأعتبره مثل ابني. الله يحفظه ويحفظ عائلته يا ربي ويحفظ الجميع. ختام هذا المقطع أشكر جميع المتابعين والمشاهدين للقناة بدعمكم ومشاركتكم على الأصدقاء واللايكات، اللي ما شاء الله القناة بدأت تكبر وعبرت 100 وبدأت تصعد يومية. الحمد لله والشكر على هالحال وعلى كل حال، وهذا كله بجهودكم وجهودي أيضا بتحضير هاي المقاطع الحلوة للمتابعين. كنت مخلي لهم فلفل هالابينو الحار
البيض وبابايا والبروكلي، خليت تمر بس قليل اكله والتمر، فقلت انوع اشوف شنو الاكل اكثر شيء يحبوه حتى اخلي لهم يعني. اتمنى لكم الصحة والسلامة والالتزام بقواعد السلامة من فيروس كورونا، وإلى لقاء في مقاطع أخرى إن شاء الله.